طيب نروح بقى لفقرة توب نيوز قبل ما نطلع لفاصل. وفقرة توب نيوز النهاردة فيها خبر حصري وخاص لبرنامج الترند ولكل السادة المشاهدين. أقدر أقول لحضراتكم رسمياً، وخدوها مني بشكل رسمي وخلاص، تم الإخطار بشكل رسمي، تأجيل مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الخامسة للدوري العام. صدر اليوم قرار رسمي من الاتحاد الإفريقي بتحديد موعد مباراة الأهلي وشباب بروزداد المؤجلة، ونتيجة تحديد موعدها اضطر الاتحاد المصري أو رابطة الأندية إن هي تاخد قرار بتأجيل مباراة الأهلي وسموحة. أقول لكم ليه واحدة واحدة كده. هنلعب بكرة مع استاد أبيجان 26 نوفمبر، وبعد كده هنلعب في الدوري يوم الأحد اللي جاي مباراة الأسبوع الرابع مع البنك الأهلي على استاد القاهرة الساعة 5. كل ده كويس جدا، مفيش أي مشاكل فيه. بعد 1/12 الأهلي عنده رحلة إلى جنوب أفريقيا، عنده مباراة مع أورلاندو بايرتس يوم 7/12، هيطلع منها على قطر، عنده مباراتين بإذن الله 14 ربنا يكرمنا ونكسب، والمباراة الثانية 18. حتى إذا لم نوفق في اللقاء الأول كده كده الفريق هيرجع القاهرة، هيلعب مباراة بلوزداد اللي كان محدد ليها يوم 14/12 عشان تتلعب يوم 22 ديسمبر. رسميا تم تحديد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد المؤجلة من الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة لدور الأبطال من يوم 14 ديسمبر عشان تقام يوم 22 ديسمبر الساعة 6 بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي. طيب الناس تقول لي طب هو ليه اتأجلت تاني؟ ماتش الأهلي في كأس التحدي في قطر يوم 14/12، وده نفس التوقيت اللي كانت هتتلعب عليه مباراة الأهلي وشباب بلوزداد لو اتلعبت في الظروف الطبيعية والأهلي ما عندوش بطولة في قطر. فبالتالي الاتحاد الأفريقي خد قرار النهارده بتأجيل مواجهة بلوزداد من 14 ل 22. يعني الأهلي يلعب 14 في قطر، ربنا يكرمنا ونكسب نلعب 18، ترجع عندك ماتش 22 على طول في القاهرة مع شباب بلوزداد. الناس تقول لي طب ليه ما تأجلتش اللي بعد كده؟ لأن عندك الجولة الرابعة في الجزائر على ملعب 5 جويليا مع بلوزداد يوم 3 يناير، فمش هينفع يلعب الجولة الثالثة بعد الجولة الرابعة. اللي كان بيحصل في الدوري المصري زمان ما ينفعش يحصل دلوقتي ولا حتى في المسابقة الإفريقية. وبالتالي ماتش الأهلي وسموحة هتأجل، هننتظر الميعاد الجديد خلال الساعات اللي جاية من اتحاد الكرة أو رابطة الأندية إدارة المسابقات تبلغنا بميعاد هذا اللقاء، اللي في ظل كمان تأجيله مش عارف هيأثر على الماتشات اللي بعدها ولا لأ. يعني ماتش الأهلي وسموحة كان 22/12 اتأجل خلاص عشان الأهلي هيلاعب بروزداد، بس الأهلي عنده ماتش يوم 26/12 مع المصري، وعنده ماتش يوم 30/12 مع إنبي. هل الأسابيع دي هتترحل ولا الماتش ده هيتأجل ويتحط فين؟ ده هننتظره ونشوفه في الساعات اللي جاية من خلال إدارة المسابقات في رابطة الأندية.